السلام عليكم جميعا، ايه الاخبار؟ اتمنى يا رب كل الناس تكون بخير. في الفيديو ده انا عايزين نتكلم شويه عن الانجليزيه. طبعا رمضان كريم، رمضان مبارك علينا جميعا، يا رب يجعله دايما عامر، ونتقابل ان شاء الله دايما جميعا على خير. بقالنا كتير ما طلعناش لايف فيديو، معلش بس مضغوطين شويه الفتره دي، في ضغط كتير، كورسات ومحاضرات وحاجات كتيره كده. طبعا اي حد عنده اي اسئله خاصه باللغه الانجليزيه تفضلوا تحت امركم. تاني يا جماعه، بنحاول نقولها مرارا وتكرارا، الانجليزي رايي الشخصي، رايي المتواضع، ان الانجليزي ده هو حاجه مهمه زيه زي الميه والهواء. في ناس كتيره بتيجي البلد هنا، في ناس كتيره بتيجي ممكن ربنا ما بيكرمهاش مثلا بشغل، او ربنا بيكرمها بشغل، حتى لو الانجليزي بتاعك تعبان مش تعبان، بس انت بتتكلم برضو، ده حاجه مقياس او انديكيتر، مؤشر ان انت فعلا ان شاء الله ممكن تلاقي شغل اسهل من لو الانجليزي بتاعك صعب. في ناس بتيجي يبقى مثلا معاها اكتر من لغه، بس في نفس الوقت لا، يعني مش ربنا برضو ما بيكرمهاش. يعني هو الانجليزي مش مقياس، بس في نفس الوقت حاجه بتاهلك او بتسهل لك ان انت تشتغل يعني على نفسك اكتر، وبتاهلك ان انت يكون عندك الكريديبيلتي او المصداقيه ان انت جيت اكسبتد، تتقابل في شغلانه اسرع. تمام، طبعا بتكلم في شغل هو مالتي انترناشونال كومبانيز، ما بتكلمش مثلا في قهوه، ما بتكلمش في مطعم، ما بتكلمش في حاجه اللي هي لو ستاندرد، ده بتكلم في حاجه اللي هي تعمق اكتر، تحس ان انت لا تقدر تدي فيها، تاخد سري احسن، تبقى في عندك مجال للبروموشنز او للكومبتيتيف انفايرمنت، ليتس سي فور اكزامبل. تمام، طبعا اي حد عنده اي اسئله خاصه باللغه اتفضلوا تحت امركم. انا هنا في مول ومستني صديق عزيز ليا، قلت كده اجي ادردش معاكم على ما هو يجي باذن الله. طيب مبدئيا دلوقتي اللي عايزين نبدا فيه نتكلم ان الانجليزي ده يا جماعه زي ما اتفقنا هو عامل زي الميه والهواء. الانجليزي دوت يا جماعه حاجه مهمه جدا، الانجليزي ده حاجه بتفتح لك ابواب كتير، الانجليزي دوت حاجه بتاهلك ان انت ممكن تشتغل في اكتر من مكان، بتاهلك ان انت ممكن تتعرف على ناس جديده، بتاهلك ان انت تهاجر، بتاهلك ان انت ممكن تدرس بره، بتاهلك ان انت تشتغل او بتاهلك ان انت مثلا تشتغل في مدرسه لو انت حتى بتدرس عربي، بس مهم جدا بالنسبه لك انت لا برضو بتقدر يبقى معاك لغه انجليزيه. في حاجه اسمها ايلتس، في حاجه اسمها توفل، في حاجه اسمها سات، في حاجه اسمها اي جي، في حاجه اسمها بي تي اي، في كذا مجال اللغة الإنجليزية، بس in general كل ده بيكون عبارة عن امتحان لغة إنجليزية. الفورمات مختلفة، يعني each single exam has its own structures, has its own properties، بس ده ما يمنعش انه في الآخر بيمتحن امتحان لغة إنجليزية. انا بحاول اقول لك دلوقتي how important the English language is. الموضوع يا جماعة مش اللي هو مجرد يلا ها هبقى ذاكر انجليزي، الموضوع مش موضوع اللي هو يعني ان شاء الله هبقى كويس، ان شاء الله هذاكر بلا بلا بلا، هو اكيد كل حاجه بمشيئه ربنا ما اختلفناش، بس الفكره انت لازم ما تكسلش. الواحد بيشوف قدامه نماذج كتير جدا، ناس كتير جدا ما بتقبلش في شغلانه عشان خاطر يا اما الانجليزي بتاعها تعبان، يا اما هي بتنطق غلط، يا اما الجرامر بتاعها واقع، يا اما يا اما يا اما. هنا يا جماعه الموضوع مش اللي هو اصل خال ام عم جار مش عارف مين عندي واسطه فيه فهيمشيني في هيمشيه للشغل، لا يا جماعه هنا الموضوع مختلف. انت بتقدر تعمل 1 2 3 4، يبقى انت هتسجل او انت هتشتغل بناء على 1 2 3 4 اللي انت قلتهم، مش اللي هو يلا هوبا هي اي حاجه زي ما تيجي. الموضوع يا جماعه مختلف. لو انت لسه في مصر وبتخطط انت تيجي هنا الامارات، نصيحتي ليك انت تيجي بعد عيد الاضحى، ومن هنا لحد عيد الاضحى انت تحاول قدر الامكان تنمي نفسك في الانجليزي، ده اهم حاجه او من اهم الحاجات. ده طبعا غير انت تأهل نفسك ماديا زي ما قلنا كذا مره، زي ما قلنا انت بتأهل نفسك اجتماعيا، بتأهل نفسك ثقافيا، بتظبط السي في بتاعك كويس برقم تليفون اماراتي، بتظبط كذا حاجه انت لازم تكون عامل حسابك عليها. ليه بنقول الكلام ده؟ علشان انت مثلا ممكن ما جيتش البلد قبل كده، فانت مش عارف الموضوع هنا ماشي ازاي، مش عارف هنا الناس بتشتغل قد ايه او بتعاني قد ايه، فانت لازم تكون مناسب ملائم لسوق العمل اللي هي بتأهلك انت فعلا ان شاء الله ممكن تشتغل اسرع من غيرك. تمام، استاذ ابو يارا، كل محاضرات في دبي فقط ولا ممكن الشرق او عجمان نظرا لظروف الشغل اللي تسمح بالحضور في دبي؟ والله يا ابو يارا انا اقول لك على حاجه، انا حاليا كورساتي في دبي وابو ظبي، انا يعني والله انا كميه ناس بتكلمني في الشرق او عجمان عايزين احضر ادي لهم كورسات برضو كتير، بس هي الفكره في حاجه، انت ظروف الشغل عندك لا تسمح بالحضور دبي، انا برضو عندي ظروف الشغل لا تسمح ان انا ممكن اروح الشرق او عجمان.
انا كنت بفكر في الاول كنت هعمل شرق مجموعات صباحيه، بس الناس كتير هتبقى الصبح في الـ في الـ في الشغل او في الدوام او الناس في المدارس وكده، فما ينفعش. ان شاء الله لو انا هقدر اعمل كورسات في الشرق او عجمان، ده هيكون في مركز النبراس في شارع الخان، في الخان ده هيكون ايام السبت والثلاث صباحا، مش صباحا قوي، يقول مثلا ممكن يكون من الساعة 12 الظهر او شيء. تمام، دي يا جماعة حاجة مهمة جدا انت تكون عارفها، بس انت ممكن يكون في الدوام وكده فممكن يكون بالنسبة لك صعب، والكورسات دي ان شاء الله هتبدأ من نص شهر يونيو. تمام، استاذه منى محمود معلش هعمل لك بلوك بعد الفيديو ما يخلص، لان ما ينفعش ابدا تنزلي اقامات وكده في اللايف فيديو بتاعي. اوكي، لو سوف يعطيك ربنا، لو سمحت ايه نوع الشغل، نوع الشغل بالنسبه لايه بالظبط انت بتتكلم؟ معلش خلي سؤالك محدد اكتر، شوف انت ايه اللي يناسبك واسالني عليه بالظبط. تمام، طيب اي حد يا جماعه عنده اي اسئله تفضلوا تحت امركم، خاصه باللغه الانجليزيه ان جنرال ان شاء الله هقدر اجاوبك عليها حالا دلوقتي. تمام، حاجة يا جماعة مهمة جدا برضو بنقعد نتكلم فيها كتير قوي، بس اعتقد ان الناس مش مستوعبة الفكرة دي. الناس مثلا اللي بتقولك يعني اهل نفسك صح وبعدين تعالى، دي مش الناس اللي هو يعني بتقولك لا عشان يعني اللي هو ياخد بقى رزقك ومش عايزك تيجي ومش عارفه وبتاع خالص. انت عايز تيجي اهلا وسهلا تعالى، محدش منعك، بس الفكرة لو انت مش مؤهل كفاية ماديا او اجتماعيا او اي حاجة في الكلام ده كله، هتلاقي الموضوع فعلا صعب. يعني مش هتلاقي لو حد ساعدك النهاردة مش عارف يساعدك بكرة، لان كل واحد برضو له التزاماته وله حياته وله مسؤولياته. فانت لازم تراعي ان انت قبل ما تيجي تكون معاك ماديا مؤهل، تكون انت عارف كل حاجة تقدر تلتزم بيها موجودة. اوكي، هاف ا سيت هاف ا سيت. ومعايا هنا يا جماعه عملاق اللغه الانجليزيه استاذ ايهاب رمزي. تمام، فكنا بنتكلم فيه دلوقتي انت لازم تكون مؤهل في كل حاجه فروم اي تو زي، عايزين نبدا نتكلم فيها. مهند يكون جوين وذ مي. اسمح لي انت بتتكلم في ايه؟ واتر ان جنرال انجلش. ان جنرال انجلش و جنرال انجلش. جنرال انجلش يعني you're talking about speaking, listening. Yeah, IELTS in general you can proceed, you can say something you would like to, you need the no, English. No. Okay. لا لا لا. طب كمل وانا هعمل مداخله كمان دقيقتين. طيب اوكي تمام. طيب من الحاجات يا جماعه اللي احنا عايزين برضو نعملها، المحاضرات فين في دبي؟ المحاضرات حاليا في دبي موجوده في اما في القصيص اما في المكتب في البرشا، فايهما. تمام، اي حد عنده يا جماعه اي اسئله تفضلوا تحت امركم. تاني من الحاجات برضو نتكلم فيها في الايلتس ان جنرال، اللي انت حاجات لازم تلتزم بيها الايلتس ده. واي دو يو ثينك اتس ريلي امبورتنت فور يور سيلف؟ لان انت مينلي يو كان بي ايبل تو دو ات فور اميجريشن، فور ستادينج ابرود، فور بروموشنز، تو جيت ليتس ساي تو ايديكيت يور كيدز فور تو ماني ثينجز يو وود لايك تو. الايلتس مينلي اباوت فور سيكشنز: ريدنج، ليسننج، رايتنج اند سبيكينج. ايتش سنجل وان هاز باند سكور اوف 9. اوكي، الاختلاف ما بينهم بيكون في الاكاديميك والجنرال. الجنرال مينلي فور اميجريشن، الاكاديميك بيكون فور ستادينج ابرود. ده مينلي او ستادينج، حتى لو انت في الجامعه عايز تتقبل في الجامعه بيقولك لا خش اكاديميك. الاكاديميك بيساوي الجنرال، مفيش اي ديفرنس غير في حاجه، حاجتين مختلفتين فقط لا غير، في الريدنج وفي الرايتنج. دايما بيكون الاكاديميك اصعب شويه من الجنرال، وده مينلي لان هو عايز انت راجل اكاديمي، عايز مثلا تروح تدرس بره، عايز تكون في الجامعه، فهو لازم يأهلك انت بتعرف تقرا كويس، تعرف تكتب كويس، تعرف تخش بالاوبن بوك، تبقى انت عارف ازاي تكتب صح. تمام، في يا جماعه كذا حاجه انت لازم تراعيها في الايلتس ان جنرال، في الانجليزي ان جنرال انت لازم تخلي بالك من الحاجات دي تماما. اي حد عنده يا جماعه تاني اسئله تفضلوا تحت امركم. المواعيد ليلا افضل استاذ عبد الحكم. المواعيد ليلا افضل في ايه بالظبط؟ مش فاهم في ايه دي، عشان ما اخبيش عليك. استاذ محمود سامي، المحاضرات بكام وفين؟ هو بكام بناء على المستوى ايه اللي انت عايزه، المجموعه ولا لوحدك برايفت؟ وفين هيكون؟ في دبي زي ما اتحرك في القصيص وفي البرشا. تمام، ده كده مينلي يعتبر كل حاجه احنا قلناها. برضو عن تاني عندك اي اسئله خاصه بالموضوع اتفضل تحت امرك، ممكن تكتب او ممكن تسال دلوقتي. تمام، ومعايا هنا استاذ ايهاب هيتكلم برضو معاكم شويه في الموضوع. تمام، I want to express first of all my deep admiration of you know the teaching level that Mr. Sharif is giving. Okay,
يعني ابصم بالعشرة. It's an excellent service, excellent service. مش عارفهم عارفين ولا لا. لا اكيد انت اشهر من نار على العالم زي ما بيقولوا. شوف كده لو حد عنده اسئله في مجلس هنا, في كونسولتو. في كونسولتو دي بالايطالي يعني استشاري. نحاول نفهم انجليزي بالعربي. ركز. اي حد يا جماعه عنده اسئله تفضلوا تحت امركم. Have any questions? أكيد. Watching. How are you? أي أسئلة؟ طب نجاوب إحنا. تمام. Okay. Let's proceed. طيب. في كلمات الناس بتلخبط فيها زي effect و effect اللي هي يؤثر على وتأثير. تمام. فا effect مثلاً نقول إن التدخين بيأثر على الصحة. Okay. Smoking is effective on me. Let's say or on human being. Yeah. For example. أما الإفكت هو التأثير نفسه. I affect him. Yeah. Advice بالS و advice بالC. إحنا عندنا advice بالS. ناس كتير please advice للأسف يعملوا please ويحطوا advice بالC في الآخر. طبعاً هي please advise بالS لأن advice اللي بالC النصيحة نفسها. وطبعاً advice دي ما تجمعش. أكيد. لو تنطط ما تجمعش. وعندك project to project. لو حد عارف المعنى project اللي هو المشروع عموما يعني كلمه project لو نطقت هي نفس السبيلنج بس انت هتشد على الاي في الاخر تبقى verb بالظبط project يوصل الضوء بالظبط يوصل الضوء على حاجه I project on this topic yeah. let's say I بوصل الضوء على حاجه زي البروجيكتور اللي بقى نستعمل عليه البروجيكتور تمام طيب وعندنا برضو من بخصوص الافعال ليها نطقين اوكي محمد سعيد بيقول انا كنت مكنسل وتعملي اقامه من شهر بس مش عايز يقبضني وعايز امشي ممكن تفيدوني والله بص يعني انا بالظبط ما اعرفش الحاجات القانونيه عشان اكون بي اونست وذ يو بس صدقني لو الاقي الاجابه هجاوبك عليها حالا بس عشان ما افتيش هقول لك ما اعرفش ده هيبقى افضل شيء معلش والله يا استاذ محمد انا اسف عليك بعتذر منك ممكن ناس من اللي بتشوف معانا لو يقدر يكلموا على الخاص ويشوف حل الموضوع بالظبط تمام طيب تاني يا جماعه الانجليزي ده حاجه مهمه زي الميه والهواء دي انت لازم تكون عارفها تماما خصوصا هنا في دبي انت هنا في دبي الانجليش ده it's really important again for promotion for any vacancy you're gonna be apply for you'll apply for it for IELTS for TOEFL for IG for SAT for PTE اي حاجه انت محتاجها حتى لو انت عايز تدرس بره حتى عايز immigration عايز اي حاجه from A to Z تمام ده مين لي كل حاجه عن الفيديو مش عارف وسا يهاب لو في اي حاجه ممكن عايز يضيفها مفيش ما تضيعوش وقت اللي عنده وقت في رمضان عارف ينظم وقته خلاص just book with شريف okay our Mr. Hab okay الراجل ده يعني بص ده عملاق اللغه سيبك من شريف لا السواج ده مش تقعد كده بس I'm not available I'm just I have some project in the UK مش اكيد مش بدي كورسات انجلش في اليو كي عربي بقى واسباني او اسباني استاذ ايهاب غسل ودنه في انجلند والله العظيم بجد الله يرحم اللي بيعني امير بيسالك على الصفحه بتاعتك اسمها ايه يا كبير في ايدي باي دوت لايف في شريف السراج تجمع منتظر في التجمع استاذه داليا والله بص هحاول قدر الامكان بس ما اقدرش اوعدك والله اونلاين برضو حتى لو يعني في برضو كورس اونلاين والله بدي التجمع اور اني وير هي كان جيف يو اونلاين مش التجمع الخامس لا التجمع في بكره سمبلي بوينت عاملينها زي ايفنت لا اوكي مش التجمع الخامس ام سوري انت مروح المطار خلاص استاذ داليا والله قلت لهم بيست باذن الله استاذ امير فوز الصفحه بتاعتك اسمها ايه يا كبير بص يا كبير انا الصفحه بتاعتي يا اما اي دبي دوت لايف يا اما شريف السراجي زي ما هي وصفحه الاستاذ ايهاب رمزي الفيديو بتاعك استاذ ايهاب رمزي استاذ ايهاب ده اخويا فاي حاجه يا جماعه الراجل ده عملاق اللغه تمام شكرا جزيلا يا جماعه وان شاء الله اشوفكم جميعا على خيرات مع السلامه باي باي بيحكي ازاي